الاخبارات نص تستنى زيف وسكونيني غمس الخير في اللوم ومرحبا زيوام. أقمز قورا وذي واس ويس ربعة وسنقار نهرزف ثي سر الجيث العسكر ويسن وزفري ميتوغ في خفة تيعاذ ودرب وكثي سيس وارخ ويملاق إم ضبرن كذل لي عسكريا نلجيثا الفريق أحمد قايد صالح النايب الوزيرنا العسكر قرض الأركان للجيش نتمورث النغ يقرأ وملاقى الخدم دي المقر القيادة الجيث نالعسكر ويسن أملاقى حضران القيادة كذل الأركان نلجيثا ذي مضبرن يتفن المصالح ذي مضبرن الوحدات كذل المديرين نغيرا الفريق أهي نسلاي العرض اللي خدمت تيسن عثيت اللواء مفتاح صواب يطفن الجيث العسكر ويسن وزفري الشيا يمسلاي ويوصى بشرنين الجهود اللي خدمت باش ابنان الجيش يمتن وذي سلك التاويلات الى قن واتكلن في ريازن ذي سذنان الا نذيس الا تكون نذيسن باش طاقنا خذ من ست تقنيات ذي تكنولوجيات جديدا وهما باش الجيش يقور في الحساب الحالة ان الوقت ان اللذيس بالخصوص باش حرزن في الاستقلال للجزائر وحفظا في مورث وباش الصف الجزائري اي قيم يمتن والشعب اي لي يمدوكل. لقد تم توفير كافه عوامل النجاح المطلوبه وتمت تهيئه كل سبل التطور المهني المحترف من حيث التجهيز والتكوين والتحضير والتاسيس واننا ندرك جيدا بارتياح شديد أن كل هذه الجهود المبذولة في السنوات القليلة الماضية على أكثر من مستوى قد أثمرت نضجا مهنيا رفيعا وتمرسا قتاليا وعملياتيا عالية وأنتجت أساسا وعيا شديدا بحساسية المهام الموكلة وبظروف أدائها على الوجه الأصوب والأكمل. فبقدر هذا الارتياح الذي نشعر به كلما تفقد الأفراد والوحدات والنواحي والقوات فإننا نبقى دوما نطالب المزيد فتحديات متسارعة والجزائر تستحق من كافة أبنائها في كافة مواقعهم بأن يكونوا حصنها المنيع وهذا سبب ارتياحنا لأننا نشعر فعلا أن الجيش الوطني الشعبي هو سليل فعلي للجيش التحرير الوطني فلا خوف على وطن وتشبع أفراد جيشه بقيم تاريخهم الوطني ويعتبرون تثمين عبره والاستفادة من دروسه ومثابة السراج الذي يهتدون بظله نحو امتلاك المزيد من القوة التي بها تحفظ هيبة الجزائر وتصان سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية والشعبية. تلكم هي المبادئ التي لن نمل من ترسيخ خصوصها ومعانيها السامية والنبيلة في عقول أبناء الجيش الوطني الشعبي الذي بقدر ما يعتز بتاريخه الوطني وبقيم ثورته التحريرية المجيدة فإنه سيبقى متكفل بما يخول إليه من مهام بكل عزيمة وإصرار وكفاءة واقتدار وفاء منا لرسالة الشهداء الأبرار وضمان أبدي للمكسب سيادة وحرية الجزائر واستقلالها الوطني ووحدتها الشعبية والترابية. وزفري الشيا الفريق أحمد قايد صالح النايب الوزيرنا العسكر قرض الأركان للجيش نتمورث النغايني دشن يجل بنين النادي جديد نغيرنا العسكر النادي ذي 132 البيوت إزعيما بزيادة في مكان وستشي ذي زغوين نملقين ناخذ ومكان نالعومان وهناين تولن النادي ستويلاث نراحث قرينت في الجال العسكر إلى خدما أكذ العسكر إلى ذي التقاعد أكذ إمولانسا
وهرزفتنا النائب الوزيرنا العسكر أقرض الأركان الجيش نتمورتنا الفريق أحمد قايد صالح رجيت العسكر ويسن وهران ذي التعاذ يتوكل ذيس بلي امضبرني قرضان يتفن الجيش نتمورتنا وروشيه ناخذ من باش أقورنا كذرين الشعب ألم عند أقرن الفوت الرئاسيات الرئاسيات على قمضن سصفى يقال محمد خضراوي. إن المرحلة الإفصالية التي تمر بها بلادنا تتطلب التحلي بالحكمة. أسأله عن همسالة الشعب دمتا في تحوس نتانا لا يظفرن ويبدرو غزدي سيس وسأله إلي همسالة عن أمورث إلى قراي ألي والمن أبلغ مرجيوث دوساوم وبالخصوص من يتزير إمارو وتين هتكاغ في النوبث هترجع الكولر والنس باش بدن وغزلي سيس واخذ من إيوصوف أغنت مورث سيقشد ثو سوصحفظ في الشرعية الدستور والشي ويلي يزر باغي بالتوق نظم تفرانين النغلفوت الصصفة من يلاق شي لو ما ظل دو سمغر نشد ثو وبالخصوص النوبث ويوعرن إلا نقوذ من تمورث النغل. هذه الانتخابات ستكون فرصة حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وترجمتها على أرض الواقع من خلال انتخاب رئيس يحظى بالشرعية اللازمة وبثقة الشعب المصر على موقفه الثابت بخصوص تحضير وإجراء الانتخابات الرئاسية في أقرب الأجال بل إن المنطق يفرض الشروع في تحضير لها خلال الأسابيع القادمة لأن الوقت ليس في صالحنا كما أكدنا على ذلك مرارا وكل ما نقوله مبني على معلومات مؤكدة ومعطيات موثوقة تؤكد كلها أن هذا هو الخيار الأسلم والأنجع للخروج من الأزمة الحالية وعليه أجدد الدعوة مرة أخرى إلى ضرورة تأجيل بالتنصيب الهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم مراقبة الانتخابات الرئاسية التي تعد ضمانا أساسيا لتجاوز الوضع الراهن. سر إلى قند قبل الرزاث ذا المقاربة يتخالن فروا إلى قن على حساب الراين العسكر نتمورث النق أقل نسوي النس أو خر نتمورث في النوب ثا انتقاليث والشي يوي وقضاع وبريذ الزاهي ذا يتحوسن فو بدي يقوذ من لمان نتمورث النغ دي ذا يتحوسن يوضن ريسوي نسن ونتانا حوس في خفاو نسن دي مدو كلنسن وسي قم ضبرن نغ القيادة غنوفمبر دي الوعد باش تسكشفن إذا يو أدوذ ما حقاني نسن. هذه المقاربة ترتكز على ترجيح الشرعية الدستورية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية شفافة في أقرب الأجال تجنبنا كل المراحل الانتقالية الوخيمة التي تروج لها بعض الأطراف التي لا غاية لها سوى تحقيق مصالحها الضيقة ومصالح أسيادها. هذه الأطراف التي بدأت تنكشف على حقيقة ولدينا معلومات مؤكدة حول تورطهم سنكشف عنها في الوقت المناسب وفي الوقت الذي ظل فيه المخلصون الصادقون من أبناء الوطن يدعون باستمرار إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف الجهود والتغليب المصلحة العليا للوطن. لا تزال بعض الأصوات الناعقة المعروفة بنواياها الخبيثة التي باعت ضميرها لتخدم مصالح عصابها والمصالح أسيادها تعمل بكل الوسائل المتاحة على عرقلة عمل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار لا سيما من خلال محاولة فرض شروط تجهيزية وإملاءات مرفوضة جملة وتفصيلا. وسو قابل ان غزري هتخال فويمود وصحرس فويماضن النبثو ايوعرن دو كدسيك القيادان العسكر نتمورث النغي وظفار دو بدير وغزديسن الحكومة تيم ضبرين ندولت باش اسمغرنا غير ويمو قيلكولي غير نتمورث. أود أن تطرق إلى ما تحقق على مستوى المناطق الجنوبية للبلاد بفضل جهود الحثيثة للدولة ومن خلال النشاط المكثف للحكومة على مستوى هذه المناطق من أجل دفع
بأجل تنمية بها والوقوف على التقدم من إنجاز مختلف المشاريع الحيوية المبرمجة كذلك بفضل جهود الجيش الوطني الشعبي على كافة مستويات الأصعدة لا سيما فيما يتعلق بتقديم يد العون والمساعدة للسكان في المناطق النائية خاصة في مجال الرعاية الصحية. كل هذه الجهود ستساهم دون شك في إنعاش الاقتصاد في هذه المناطق الشاسعة وبالتالي تحسين ظروف المعيشة خاصة على مستوى الشريط الحدودي والجنوبي الذي يسهر أفراد قواتنا المسلحة على تأمينه تأمين كاملا والتصدي بكل حزم ولكل من تسول له نفسه المساس بحرم التراب وطننا الغالي. وفي الأخير نؤكد مجددا أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني كان حاضرا في كل المحطات الحاسمة التي عاشتها الجزائر ولا يزال عازما على المساهمة بفعاليات تجاوز هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها بلادنا والعمل على نزع كافة الألغام المزروعة من قبل العصابة في مختلف المؤسسات انطلاقا من إيمانه العميق بنبل مهامه التي تعهد والتزم أمام الله والوطن والشعب بتأديتها بكل حزم وتفاني مهما عظمت تحديات وكبرت الرهانات. وسيبقى على الدوام الخادم الوفي للوطن يرابط على الثغور ويحمي الحدود ويبني ويطور كافة مكوناته مجددا للتأكيد مرة أخرى أنه لا طموحات سياسية لنا بل أن الهدف الأسمى للجيش الوطني الشعبي قيادة وأفراد والذين يحملون الجزائر في قلوبهم بفخر واعتزاز هو الحفاظ على أمان الشهداء والأبرار وصون حاضر الجزائر ومستقبلها. ويتخصان لخدمتي لي قارديس الجيش نتمرثنا غي شعبيا هنا ينشكر لخدمتي نان فلاس باللي هتاوي الفاي التيمورث وبالخصوص ذي الوقت الذي سكذا بريد المشاورات. احنا رانا حابين ما نروحوش للفراغ الدستوري لانه كان نروحوا للفراغ الدستوري ويفتفوت المهله وما كوناش نفوسنا وما انتخبناش رئيس راح يضحكوا علينا الدول ويقول لك باللي شوف باللي انتهازيين ومصالح الشخصيه اللي تغلبت عليهم. احنا اليوم نطالب الشعب هذا اليوم باش يوقف وقفه الرجال ويقدم مصلحه الوطن على المصلحه الشخصيه. القايد صالحه هدر مليح وان شاء الله نديروا الانتخابات لخاطر كما نديروا الانتخابات تسمى ما عندناش رئيس وبلاد بلا رئيس ما عندها حتى طريق لازم نديروا رئيس لازم هو اللي يحل لنا الطرقان. وقايد صالح وعلى طريق هكذايا طويله باسكو قايد صالح وراح يدير الخير لهذه البلاد لي بروف العصابه كاع يدي فيها. انا بوحدي انا نستنى من عنده الخير. ايه ماذا بينا احنا تسقم البلاد دوك البلاد بلا رئيس اي معطوبه البلاد احنا ماذا بينا رئيس. رانا مع الجيش مع قايد صالح نحى يا العصابه ويعطيه الصحه. لولا الجيش الجزائر ربما راهم استعمروها فكريا وجسديا وكل حاجه ولكن انا نثمن على الجيش. كاين جيش اليوم الجيش ولا احترافي عندنا. احنا عندنا شبان صغار ومنا وطالعين الحمد لله رانا نشوفوا ونقراوا بلي الجيش ولا احترافي ولكن الجيش وحده ما يقدرش لازم له الشعب هذا يعاونه ولازم الشعب هذا يلتفت اليه. لازم انتخابات لازم قبل عيد العام الجديد لازم نديروا انتخابات لازم نروحوا انتخابات ما نبقاوش هكذايا ما نبقاوش هكذا رانا نطبعوا في حال. التسريع في انتخابات رئاسيه هو تسريع في استقرار الوطن واستقرار في كل الميادين الاقتصاديه لا سيما والجزائر مقبله على تحديات كثيره.
والله في المرحلة الراهنة لابد من تعجيل بالانتخابات لعاملين، هو العامل الداخلي لأن الساحة الداخلية لم تعد تحتمل أكثر طول أمد الأزمة، العامل الثاني هو الخارجي. الانتخابات لابد رئيس، لابد رئيس، ما كاينش كيف البلاد بلا رئيس وطولنا بزاف. أنا نتمنى القاعة تاع قيس صالح باسكو هو اللي رايح يوصلنا لبر الامان، ما تكونش البلاد مفتوحه على كل الاحتمالات وعلى كل كيما قال قيس صالح. ضيعنا وقت، انا ضيعين وقت نورمالمون سافي دو بي اكس باش يديرنا بريزيدون، باش الحاله تكون اون اميليوراسيون تبان راس الخيط وين رانا رايحين. ايه الوقت اش هكذا الوقت اش دي مورثنا اليابانوس الحضور الوزير مزور نور الدين بدوي مثلا نقرض لنا دولة ماس عبد القادر بن صلاح أسادي هم دينة يوكوهاما مورثنا اليابان بذن وملقة وي السبعة ان طوكيو نو يمواكذ البرنت فريق فاتيكاد وي السبعة الوزير مزور دي أتي عذا هيني ناد باللي لخدمة انت مورثنا اليابان غرس القيم طم قران ذي مبدل كذ البرنت فريق باش يلي ذي إيمورا يلان ذي نيلي أيمو الوزير مزور وسلاسة من الجزائر يوصى بشرنين لمعونة تجار سناث اي غير نسيا رزاح. الدورة السابعة من الندوة اليابانية الإفريقية هي هذه الرغبة للبلدان الكبيرة لاحتواء هذه القدرات وهذه الطاقات الإفريقية اللي هي أصبحت اليوم محل اهتمام كل الدول المتقدمة. هذه الثروات اللي هي موجوده في افريقيا، هذه الطاقات اللي هي موجوده في افريقيا، ولكن هي فرصه كذلك في مثل هذه المؤتمرات للافارقه للتعبير كذلك على طموحاتهم. واستمعنا الى الطموحات الكبيره للقاره الافريقيه لتطورها وللرقي بها الى مستويات عاليه في مجالات مختلفه، في المورد البشري، في الأمن والاستقرار، ولكن في الحركية الاقتصادية والمرافقة الاستثمارية من البلدان الكبيرة وخاصة اليابان لمرافقة القارة الإفريقية في هذه الإرادة التي عبرت عليها القارة الإفريقية من خلال مسيريها على مستوى الاتحاد الإفريقي. وهي علاقة كذلك بين دور الجزائر وهذه الحركية المنتظرة. السوق الإفريقية اليوم موجودة وسوف تنطلق في العمل نتاعها. الجزائر موجودة كبوابة أساسية للقارة الإفريقية، الجزائر بتجربتها والجزائر بجسورها مع كل البلدان الإفريقية، لأن الجزائر ساهمت كذلك في تكوين المورد البشري الإفريقي وتساهم في شراكات فعلية وعملية لدعم التنمية في إفريقيا. فدور المستقبلي للجزائر هو دور محوري، هو دور هام، وهو دور رئيسي. من هذا المنطلق لحضور الجزائر دائما في مثل هذه المناسبات هو التأكيد على المرافقة في المضي بقارتنا إلى ما يطمح إليه يعني كل الساكن. وكذا بتون اتعاذ الوزير مزور نور الدين بدوي ملاقى قرضال الوزارة نتمورت من اليابان شينزو أبي وذي وملاقيا رنين ميزن من يوظن ذي لخدمت أكذ لمعونا جار سناث نتمورة. هي كانت فرصة طيبة للقاء مع الوزير الأول الياباني، أولا للإشادة بالعلاقات التاريخية بين الجزائر واليابان التي في حقيقة الأمر ترجع إلى سنوات الاستعمار، إلى 1958، أين كانت لليابان وشخصياتها العلمية مواقف تاريخية مع الثورة التحريرية. كانت فرصة كذلك للإشادة بمستوى التعاون الجزائري الياباني، ولكن التأكيد على الرقي بهذه الشراكة إلى مستويات عالية، لأن في سنوات السبعينات كانت مستويات جيدة جدا وانخفضت بداية من التسعينات. اليوم فيه إرادة قوية ومن خلال هذا اللقاء أن يتم الرقي
بهذه العلاقات الى مستويات راقيه، خاصه في الجوانب الاقتصاديه والجوانب الاستثماريه، وفيه تجارب جزائريه يابانيه اعطت الثمار نتاعها. تكلمنا على كذلك على الميكانيزمات واللجنه الجزائريه الاقتصاديه الجزائريه اليابانيه التي يجب الاسراع في تنصيبها ولتنطلق في اشغالها، وكذلك تمنينا مع بعض ونعمل مع بعض للرقي بهذه اللجنه الى لجنه حكوميه مشتركه، وكان اقتراح جزائري لتكون في مستوى هذه الطموحات الجزائرية اليابانية، خاصة وأن اليابان لها خبرة ولها تجربة كبيرة في عديد الملفات، سواء الطاقات المتجددة أو مكافحة الكوارث الطبيعية أو التكفل بالجانب التأهيلي للمورد البشري، خاصة وأننا اليوم في الجزائر نستعمل التعامل عن بعد باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تكوين المكونين بالنسبة للكثير من التخصصات اللي هي موجودة في الجزائر. إذن مستقبل الجزائري، مستقبل العلاقات الجزائرية اليابانية هو مستقبل زاهر إن شاء الله، من منطلق مستوى التعاون اللي راه موجود حتى اليوم، ولكن من هذه الإرادة للرقي به إلى مستويات إن شاء الله راقية وعالية تخدم بلدينا وتخدم هذه الحركية الجديدة التي تعرفها وسوف تعرفها الجزائر إن شاء الله من منطلق ثرواتها، من منطلق طاقتها. وغير ذي اتعاذة بدوي يرني مشاور كذا المضبر ريتفن أرباث دوكلا انتمور الجناس أنطونيو غوتيريز ومسلين في عطا المسيل يتخصن البرد تفريق تكذ إمورا الجناس ذي الامور السياسه اربعه تمورث من الوساطه ظل المشاورات لان تكمل اني ملاقين كذا الاحزاب السياسه ذي مثل اني ربع كذا ذماون يتواسن ذي مور ثسا هنا ملاقان المضبر يطفن واربعه الحريه ذي العداله محمد السعيد ومسلاين في مانكي لا يزر وفراي الحصلات نتمورث النغ تسهيل عملية التوافق الوطني بين القوى السياسية والاجتماعية من أجل الوصول إلى حل توافقي يساعد على بناء يعني إجراء الانتخابات في أقرب الظروف وفي أحسن الآجال، يعني حسب ما تقتضيه مصلحة الوطن. نقدر دور الجيش الوطني الشعبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الجزائر. هناك أخطار كبيرة تهدد الجزائر على امتداد الحدود، وحدودنا واسعة كبيرة أكثر من 6000 كيلومتر. إذا كنا يعني نقدر ونثمن صمود الجيش الوطني الشعبي في مواجهة التحديات. ولا مضبر يدفن وارباع تمور في الوساطة هذا المشاورات كريم يونس هيني ملا قاسا مضبر يدفن ارباع التضامن ذو يمو محمد شريف طلبي طلبي هيني وكذ باللي المشاورات غرسن القيم تم قرانت باش هذا في نوفر الحصلة السياسية الذي مورث روحوا الحوار حقيقي بفضل مجهودات هذه اللجنة الموقرة ليترأسها سيد كريم يونس، لما جات إلا باش تسجل تفكير واقتراحات المجتمع المدني، الأحزاب، النقابات، أي بصفة عامة أكبر عدد ممكن من الجزائريات والجزائريين. تكلمونا حتى على 500 جمعية وممثلين شبيبة التقوهم وخداو من عندهم أفكار وراهم يسجلوا ويحضروا وإن شاء الله يخرجوا بوثيقة اللي تكون يعني تجيب إجماع ما بين كل التيارات المتواجدة. المؤسسة نشعان باس سوفغاني جلم قال وشكرا عيطة لخدمتي تخصان لمشاورات إيه لها قارذيس الدولة حال مانك هنا ينرنين وكذن بلي العسكر نتمور ثنا إلا يقار لخدمت غرس القيم تم قرانت ولا خاطر إيم ضبرن إلا ذي العسكر غرسن أخم مزعيم ولا نخدم بشيلي لمن أكذ لهنا ذي مورثة وسي الجهة نسني غير إلا أن ذي مورث النغ هنا يتوكذا باللي وفرا نل حصلة تمورث النغ لازم ما هقمض في الفوت نقرض أن تمورث ومع ظلنش ذيسة. وحسينا هذه المدة الفراغ حسينا باللي كاين جيش يحمي البلاد
كاين جيش يحمي البلاد والناس والرجال واقفون، وحنا من بكري هذا الجيش سليل الثوره النوفمبريه. ونشكر سي القايد صالح الوقوف تاعه مع الشعب ومع هذه البلاد، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله حنا نتمنى ما دام كاين جيش واقف على البلاد ان شاء الله يكون الحل شامل ان شاء الله ربي ليرضي الشعب ويرضي الامه ويرضي حنا الجزائر قاره ماشي بلد قاره. التصريح تاع الاخ القايد صالح كان في محله، كان في محله، لان الانتخابات الرئاسيه هي اولويه لخروج من نفق مظلم، لان الجزائر الان في نفق مظلم، اذا الانتخابات لازم تكون في اقرب وقت ممكن. الانتخابات الرئاسيه لازم تكون في اقرب الاجل، لان الدوله الجزائر بحاجه الى رئيس، الى 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 مؤسسه يعني اللي تسير الامور تاعها. الجيش هذا راهو يعس، قلت لهم هو يعس، عين هنا يسعى الداخل، عين على الداخل وعين على برا. الجيش هذا ما يغمش عينه، ما يغمش عينه ليل ونهار ويعس على البلاد هذا. القايد صالح نعطيك بين قوسين، لولا هذا الرجل، بين قوسين بصراحة، لولا هذا الرجل الثوري الذي يحمي الشعب الجزائري والدولة الجزائرية لكنا في عهد كان وسفكت الدماء. هذا الرجل ابن الشعب الجزائري، ووجوده كضمان للشعب الجزائري، وجوده ضمان للشعب الجزائري. كلمات السيد الفريق دائما تصب في تهدئة الوضع، وكل ما تكون مبادرة تخدم الوطن راه الجيش نتاعنا يساندها، ونحن بدورنا أن نقف وقفة رجل واحد وراء هذا الجيش العظيم. أي إنسان واعي، أي شخص واعي إلا ويبارك ما قاله الفريق أحمد قايد صالح، لأنه البقاء في الأطر الدستورية شيء محوري ومطلب لا غنى عنه ولا بد من تحقيقه، خاصة أنه أشار إلى تلك القوى الخفية التي كما قالها تخدم أجندات أسيادها. وأكيد أنه هذه الشرذمة هي قلة قليلة. هذا التصريح وهذا البيان من طرف الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني تصب في الإرادة الشعبية الصادقة للخروج من الأزمة، لأنه رافق الحراك الشعبي ونحن مع مطالب الشعب من أجل أن تتحقق، ومن أجل الحوار والحوار البناء الجاد. هو خطاب اعتبره خطاب تصحيح المسار، خطاب توجيهي وخطاب تحذيري وخطاب تهديدي للبعض الذين يحاولون ان يعبثوا بمقدرات البلاد ويحاولون ان يدخلوا الجزائر في متاهات. نتمن بشده قرارات قياده الاركان تحت رعايه ساميه للسيد فريق احمد قايد صالح بالذهاب الى انتخابات رئاسيه شفافه تحت يعني رعايه اناس نزهاء وشرفاء من ابناء هذه الامه، لأن المرحلة الانتقالية لا تخدم الوطن بحكم التجربة السابقة للجزائر، لا تخدم الوطن ولا تخدم الجمهورية الجزائرية ولا تخدم المواطن. وصادي تلفزيون ويس 4 استمازيغ هلا يشت النبث ذات عاذ يقاري ترفيق النغ إلياس بن ناصر التعاذة مسلين ذيس في الخدمة تخصان المشاورات أيقمض التعاذ في التسعانيذ أمديثة. ذي الأمور من البرلمان قرض النسغمي اللمث سنية بصالح قوجيل يتوغ في خفن ملاقا نمض برني تفن يربع من البرلمان ذي وسغمي اللمث وهنين بحثا أشرع المسايل. ذي المعونة ساقريني جلوفا قل معونة جر الوزارث نحوس انتمورث أكذ الوزارث نغير نحوس ذي الصنعات نزيك كنتمورث مالي وتي عدا يتوغ في خفيس الوزير نغير نحوس ذي الصنعات نزيك عبد القادر بن سعود أكذ الوزير نغير نحوس مالي نينا والتو أنتالو ذي اللوفا قم سفهما في الخدمت نكون ذو مبدل أجرب ذي الصنعات نزيك.
الوزير نغير نحو سنت مورث المالينين والي اين تالو هلا تكمل هرزف في سرد زاير ماني ظن هرزف تي بازاك ذا سيدي فرج ويتوغا كي ذس الوزير نغير نحو سنت مورث النغ عبد القادر بن سعودي قرر مراد سواسي. تي بازا امكان يشبح النشاطنا الجهة غربية الجزائر نتاذ امكان يصنع النوب النوم زرو يمحل منك توسن سيمو كانيسي زعيم النحوس الوزير نغير نحوس دل حرفات نفوس عبد القادر بن مسعود الوزير نتمورث مالي نينا فالي انطالو اهنين رزفن رلويليتو C'est sûr, comme au Mali, les populations ne connaissent pas tous les sites, toutes ces richesses qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, j'ai vu vraiment des vestiges de l'Empire romain, où j'ai vraiment beaucoup vu et beaucoup entendu sur l'histoire romaine et tout ça à l'époque. Et ici, je suis aussi dans un site qui est complètement rénové, très très beau site, une belle vie, disons, c'est l'idéal en fait, c'est une station, je dirais même balnéaire. J'ai fait le temps de faire un message qui dit que nous sommes prêts à travailler avec l'Algérie, prêts à apprendre avec l'Algérie, prêts à marcher avec l'Algérie dans tous les domaines, dans le domaine de la voyage. Et aujourd'hui, on est prêts à ses idées, soit dans la traditionnelle, أو في السياحة بأننا عنا أشياء كثيرة نقوم بها محل ما نكهنين رزفن ريجن ومكان يصنع ثم تغرس مورث النغن وخلان الحرفات نفوس إزعي من الصناعة الهوية نتزاير وقنا قورا رزفن ومكان نداوي سوامان لبحر سيدي فرج إلا ذي سخلال نتاويلة على حساب لقوانا نيمورا لجناس ذي الوقت 80 وض دخلت نتغوري نسقى صاغر نتغوري ذي الولايه المعسكر يسفايد سي مكان نتغوري جديدا وهنا ينرنين رقع نشر ايضا باش هذه ليني مكان يورشن يقارن وهنا ينوين الكتابات نتغوري سلحساب الى قن طاوس فرق النيسة حريش نصرف قاذي الولاية نمعسكر يسفيدي سواطاس إغربازن القراية إجديد أيقيا يوسن قصن الحرس غف في غربازن إقديما ومكان إدلاث وليان نيوان غرباز ألمس هذه المتوسطة الجديدة تفتح أبوابها إن شاء الله في الدخول المدرسي 2019 أغربازيكي أذي ليثي بوراس أسقوصة والحساب نين المذن ذيكس أذي أوض غار 300 نون المذ دراسية زوج مخابر زوج ورشات بالإضافة إلى المرافق نستقبل هذه السنة تعداد التلاميذ في الطورين لحساب نين المذن سقوصة ذي ثلاثة إسوير القراية يبض غير 230 ألف نون المذ ومكن أديري ثوليا نمو كان بوتشيا ذقوس أمزوارو المطاعم المدرسية كذلك ستفتح اليوم الأول ثمانية غربزن القراية سقسوير ويسين ذاك ستة سقسوير ويسلاثة ثمانية لاكولاث ذقسوير أمنزو أذلين في بورنسن أسقوسا أنت هكي إيمان النغد قوين يعنان المشاورة ثلاكت من هاث نتصرفقا ذقوين يعنان ثوغالين ناكل نسقوس زوجالاف وتسعتاش زوجالاف وعشرين سي ثمان نظام يلاد فريق يذلي سن غفي غربازل الحمد لله كما كل سنوات الامور عاديه رانا في الظروف عاديه في كتابين تسيدي لان وتوفر قنت غف مره غربازل عبر الولايه استفادت من الحصص تاعها من الكتب المدرسيه مره تساوي لا تهكانت ايثو غالين غير القرايه ذي ثقناثين يلهان ونسرام افو ذي قرزن ان المذن ذي سلمادن ذي وكاف حليرة بوذي يشتل خدمت نفتش ذي عين الدفلة العسكر روفان واستقصن ثلاثة البومبات تصنع عن سقفوس سي الجيث نسني جدرميا ذي الجلفة هنا ينطفني جوفن غرس سناث أسلحات وطفن 48 وذفن رمورث بلا لكوارض أشياء ذي تلمسان أنعم كذ بشار فوج ذي النتعاذ تورارين تفريق سيلان قارن ذي الرباط قمورث المروك الجزائر هرنيها ربح سناث الميدالية ثنورة أكد ثلاثة عن البرونز إيقار فريد بوسحية إعر من شعاث وين هنتد إن دال تيموراريين القوة ذقاس ويسين أبدأي لا غير شعثور ذي العشاري ويهد العربي بورعدة الدغولي الليش ذي مرشح باشا دياوي الشعثايا الخاطر لان غرس إنزقو من ذي مقرنا أمد كل الناس أمين بوعناني ويد أورغ ذي همسز لي 110 متر حواجز
وذي الثلاثي ياسر محمد الطاهري ويد شيعث نوازرف وذي همسيزليث 800 متر يعدى محمد بالبشير غار دور أنقارو ويزمر أداوي الشيعث وورغ افريقيه ومستوى عالي جدا جدا. وكي تقول على بطوله افريقيه ولا العاب الافريقيه كان تقريبا تشبه بطوله عالميه، والحمد لله عندنا يعني بعض لي زيبراف كما نقولوا اللي حنا ما كناش مديفلوبين بزاف كما سنتيمتر اي كما امور بدا ديفلوبا والحمد لله. ان شاء الله هذه هي الميداليه الافتتاحيه وان شاء الله نجيبوا اكثر ونتمنى توفيق للجميع اصحابي اللي راهم معايا. ذو قرفاز الثقل مريم ندى بن ميلود هويد ثلاثان شيعاتنا البرونز ذي الميزان 55 كيلوغرام ويذوق راجين الشيعات هيضا ازداث نوثيمي انتموراريين. وغير كذا هرارة لمثل نتزاير ذي الكاس الأبطال نتموراي عربين إمزيان قسنطينة ذي والنار نشاهد حملاوي ربحن الفرقة ثن المحرق نتمورث البحرين سي ثلاثة ذيج ذي تعاذ وي 16 يسوين يلا يسوين جعبوت أكذا مقران ذي بالقاسمي وذي واس وي 17 سبتمبر ذورارن ذي المانامة ميلا المولودية نتزاير ذورارن ذي واس 24 سبتمبر أكذا الظفر أنعمان. وهما نيلي نوضر نقران تعذا كونيني قمدي لنا غاليا ملقا ذي الأخبارات إدي كسانت.